لو الحكاية فيها إن فيتو. النهاردة 3/9/16 سبتمبر، والنهاردة القمر مازال موجود في برج العذراء. عندنا كمان فينوس مازال موجود في برج الأسد، وعطارد والمريخ والشمس التلاتة موجودين في برج العذراء مع القمر، وعندنا المشتري موجود في برج الميزان، وزحل موجود في برج القوس. عندنا كمان النهاردة في حالة تنافر فلكي، لأن القمر اللي موجود في العذراء يتنافر مع نبتون الموجود في الحوت. عندنا كمان في 3 كواكب مازالوا بيتراجعوا، أورانوس بيتراجع في الحمل، وبلوتو بيتراجع في الجدي، ونبتون بيتراجع في الحوت. خلينا نشوف الـ3 كواكب اللي بيتراجعوا دول والحالة الفلكية من هذا الشكل مع حالة التنافر هيعملوا ايه مع الـ12 برج. نبدأ ببرج الحمل. الحمل النهاردة عندهم القمر مازال في منزل العمل، لكن في حالة تنافر فلكي في منازل الصحة، وبالتالي لازم أنصح مواليد الحمل إن هم يقاوموا مشاعر القلق اللي جواهم، ويحاولوا إن هم ينظموا جهودهم ووقتهم، لأن صحتهم ممكن تكون طاقتهم قليلة يتعبوا بسرعة، فيحاولوا إن هم ينظموا وقتهم كويس ويتحكموا في قلقهم، ويعني ياخدوا القسط الوافر من الراحة. نروح بعد كده لبرج التور. التور النهاردة عندهم الوضع الفلكي داعم جدا، الكواكب كلها مجتمعة في منزل الحب، وبالتالي ده بيديهم طاقة عاطفية حلوة قوي، وممكن يكون عندهم الأجواء هادية، وعندهم قدرة إن يظهروا مواهبهم وتزدهر مواهبهم جدا، وعندهم الطاقة والنشاط أكتر، وبالتالي هو يوم حلو لممارسة الرياضة، ويوم كمان حلو في الشغل للإنجاز ولزيادة إنتاجهم. نروح بعد كده لبرج الجوزاء. الجوزاء النهاردة عندكم الوضع الفلكي للأسف معاكس، لأن الكواكب مجتمعة في وضع معاكس، فمطلوب من مواليد الجوزاء النهاردة إن هم يحاولوا يقبلوا الاختلاف مع الآخرين بصدر رحب، لأن الاختلاف هو جزء من الحياة، ودي حاجة لازم يفتكروها قوي النهاردة، ده ويطبقوها على المستوى الاجتماعي والعائلة، لأن الخلافات ممكن تكون أكتر على الصعيد الاجتماعي والعائلة. نروح بعد كده لبرج السرطان. السرطان النهاردة عندهم القمر في منزل العلاقات، وده بيدي مواليد السرطان حظ حلو في إن هم يوطدوا علاقتهم بالآخرين، ويعرفوا كمان يكونوا رابطين جدا ودبلوماسيين، وده هيساعدهم على حل أي موقف دقيق بيقابلهم. وكمان على المستوى العائلي السرطان النهاردة ممكن يكون عندهم فرصة لحل المشاكل العائلية بطريقة ذكية جدا. نروح بعد كده لبرج الأسد. الأسد النهاردة للأسف عندهم تنافر فلكي في منازل المال، ومطلوب من مواليد الأسد النهاردة إن هم يحطوا ميزانية محددة عشان يعرفوا يخرجوا من أي ورطة ممكن يقعوا فيها. مهم قوي النهاردة إن مواليد الأسد يحافظوا على فلوسهم، ما يتغروش بأي وعود في مجال الفلوس، لأنهم معرضين إن هم يتاخد منهم فلوس بدون وجه حق. نروح بعد كده لبرج العذراء. العذراء النهاردة عندهم القمر في برجهم، وده بيديهم سحر وجاذبية وإطلالة أخاذة، فأقول مواليد العذراء النهاردة ده طبعا هيديكوا على المستوى العاطفي حظ حلو، وكمان اجتماعيا ومهنيا هتعرفوا تكسبوا الإعجاب والتقدير إن شاء الله. نروح بعد كده لبرج الميزان. الميزان النهاردة للأسف عندهم يوم كمان القمر والكواكب موجودة في منزل الـ12، وبالتالي مطلوب من مواليد الميزان إن هم يحموا نفسهم من العيون ومن المتربصين بيهم قد ما يقدروا، يعني يحاولوا يعملوا في سرية وكتمان، ما يعلنوش عن خططهم ولا عن إنجازاتهم، ويبعدوا عن الزهو بنفسهم. نروح بعد كده لبرج العقرب. العقرب النهاردة عندهم القمر في منزل الأصحاب، والنهاردة ده بيدي مواليد العقرب إصرار، وبيديهم
جدية في التعامل مع الآخرين، ويعرفوا إن هم ينموا مشاريعهم وأعمالهم. والنهاردة يوم مناسب جدا لإصابة الأهداف، بس يجتهدوا ويعملوا اللي عليهم. نروح بعد كده لبرج القوس. القوس النهاردة عندهم للأسف الوضع الفلكي معاكس، لأن الكواكب كلها مجتمعة في منزل العمل. ورغم الضغوط ممكن نقول ان القوس برضو وجود فينوس في منزل الحظ هيساعدهم رغم كل الضغوط اللي ممكن تقابلهم، ممكن يستغلوا الفرص المتاحة ويعرفوا يتغلبوا على كل الضغوط. نروح بعد كده لبرج الجدي. الجدي النهاردة عندهم الحظ رائع، لان الكواكب المجتمعة في منزل الحظ بتساعدهم جدا، بتخليهم ملهمين. وممكن قوي النهاردة كمان الصداقة تلعب دور مهم في حياتهم. النهاردة عندهم قدرة على انهم يبطلوا علاقتهم بالجهات الاجنبية، ممكن يكون عندهم تخطيط لسفر او يكونوا موفقين جدا لو هم في حالة سفر. كمان مواليد الجدي النهاردة ممكن يحققوا مكاسب مالية رائعة. نروح بعد كده لبرج الدلو. النهاردة عندهم تنافر فلكي في منازل المال، والفلك بينصح مواليد الدلو النهاردة ان هم يتجنبوا المغامرة ماليا وتجاريا. التنافر الفلكي مش في صالحهم، فمهم قوي ان هم ما يتسرعوش في القرارات الشرائية والمالية. نروح بعد كده لبرج الحوت. الحوت النهاردة عندهم القمر مازال في مواجهة برجهم، وده بيخليهم يميلوا للعناد وللمقاومة، يميلوا للتسرع في ردود أفعالهم. فنصيحة الفلك لمواليد الحوت النهاردة إن هم يصبروا ويتعاملوا بهدوء مع الآخرين. وكده نبقى خلصنا ال 12 برج النهاردة.